بيان سور نويرة وحاضرة معنا أفضل مسمم في العالم العربي كريم أكروف. مساء الخير. مساء الخير أخت ليفين، برنامج مشاهير، يعطيكم الصحة اللي تحضروا على كامل المشاهير وربي يوفقكم إن شاء الله. بما أنك كريم عضو في لجنة التحكيم ورأيك يهمنا، فكيفاش تشوف هذا النصف النهائي والموسم الثاني من بروجكت رانواي الجزائري؟ اليوم رانا النصف النهائي، بقاو أربعة، دونك اليوم يبقاو ثلاثة، نحو واحد يبقاو ثلاثة. حاجة ماشي سهلة، كل ما يخرج واحد قلبنا يوجعنا، باسكو كومام يكونوا معنا. وبرنامج بروجيكت رانوي هو التلاميذ اللي كل مره يخرجوا، ماشي باسكو ما يعرفوش، ولا التشالنج اللي نعطوه لهم يقدروا ما ينجحوش فيه. انا كمصمم عالمي كان برامج التشالنج اللي مدهم لعود ما نقدرش نعرفه. انا كريم أكروف معروف بالزي التقليدي ومعروف بلا توني تراديسيونيل، دونك حاجه صعبه. التلاميذ تاع هذا العام وعام اللي فات، عام اللي فات كانوا فيها اللي عندهم الموهبه يقدروا يخدموا في العالم، كما مثلا اللي جاز دوكا ورد، فارس، امين، كانوا بزاف اللي عندهم الموهبه هذو، يعني اللي انا ككريم أكروف خلاو البصمه نتاعهم. هذه المره الثانيه الجمهور الجزائري راح يشوف دي ديزاينر جدد بنظريه اخرى، وين هما عندهم حاجه زياده في الخياطه يخدموا اكثر من عام اللي فات. على اي اساس يتم اختيار افضل ديزاينر، افضل اطلاله؟ سؤال شباب. الاساس الاخر اللي عنده الموهبه، احنا ماناش نحوسوا على انسان اللي يدير الخياطه كما نقولوا خياط، يعني نهضروا باللهجه الجزائريه، احنا نحوسوا على واحد عنده نظريه، هذيك النظريه اللي عنده ماشي كما الاخرين، اللي كي يشوفوا مثلا كي نشوفوا نقولوا هذا ورد، كي نشوفوا نقولوا هذا فارس تاع عام اللي فات. هذا العام لازم تكون عند موهبه، الناس كي تشوف لازم تقولوا هذا هو هذاك الانسان، كما نعرف الزي التقليدي كي يشوفوا يقولوا هذه بصمه كريم أكروف. هذا اللي نحوسوا عليه، سكون ابل بالفرنسيه لا بيرل غار، وان شاء الله تكون. وقال لك اليوم راهم أو 200 بالخوف مساكن ستريسي، كاين ناس قال لك داروا البارح واليوم هم يعاودوا كلش باسكو ما اقتنعوش، والوقت راهو ما بقالهمش دوك نبداو نوجستري. ونتمنى لهم النجاح ونقول لهم ربي يوفقهم، واللي خسر ماهوش خاسر، راهو بدايه، لانه اللي ديجا التلميذ اللي كان بروجيكت رانواي كامل التلاميذ كانوا تقريبا 500 ولا 600 عبد، واختاروا 12 شخص، دونك 12 شخص عندهم موهبه.